10 15 كر قادوا بمظاهرة، ما بدي اسميه انا، بسمي الكنية من بيت عجيب. دمروا البلد وخلصت الحكاية. هاي هي، مو بس المعارضة، موالاة والمعارضة دمروا البلد. لك الحيوانات طلعت مظاهرات هذيك اليوم، 10 15 كر قادوا بمظاهرة، وبقر وجمال وجاج وكلاب، وهي كله اللي رافعين لافتات يطالبون الرفق بالإنسان. هناك من 15 20 سنة توجيه من أحدهم أنه هذا محوه، وفعلا محوني بالأعمال الدرامية. التوجيه كان من زمان من أحد الكبار والذي كان يضع وزراء ومدراء. أحد الأشخاص كان موظف بالإعلام، وبعد ما راح على كندا حكى معي، قال لي جمعنا وقال هذا محو، ما بدي سميه أنا، بسمي الكنية من بيت عجيب. صراحتك وأقوالك الجريئة هي وراء محاربتك؟ لا شك يا سيدي. بني آدم، مرة ولدانة بدها تتحمم، انتوا أبونا وأمنا حلوها، حلوها يعني حلوها يعني عطوا جائزة ترضية لهالشعب، عطوا جائزة ترضية هيك كل فترة، فبيرجع بيقلع معكم، يعني بيرجع بيصبر 5 سنين تانية. سبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير يا عيب الشوم.